الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا المسح يتعلق بأول مسحة بعد حدث. المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإذا ليس من أول ما تلبس الخفين أو الجوربين يبدأ المسح، وإنما ولكن إذا توضأت ولبستهما ثم أحدثت ومسحت فحينئذ من أول مسحة بعد حدث يبدأ الطهارة. فمتى ما جاء وقتها من اليوم القابل أو الليلة القابلة فإن التوقيت ينتهي.